مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، نستعرض سويا أداء الموسم المطري حتى هذه اللحظة وكذلك التوقعات الجوية والظواهر الجوية المتوقع حدوثها في شهر آذار من هذا العام. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، نستعرض أداء الموسم المطري لعام 2022-2023 حتى هذه اللحظة تقريبا حتى بداية شهر 3، فبنلاحظ أنه هذا الموسم المطري كان أضعف من المعتاد بشكل واضح، وهذا بنلاحظه من خلال الأرقام، حيث بنلاحظ ما تحقق من الموسم حتى تاريخه: البادية الشرقية 62%، المفرق 77%، وجرش 64%، إربد 86%، عجلون 73%، والصل 98%، مأدبة 87%، عمان 93%، هذا ما تحقق حتى تاريخه، الكرك 50%، والطفيلة 68%، البادية الجنوبية 166%، الشوبك 69%، إمعان 203%، وادي موسى 52%، والعقبة 120%، هذا ما تحقق حتى 1/3. أيضا بنلاحظ لو استعرضنا المنخفضات الجوية التي أثرت على المملكة، بنلاحظ أن في ما بين 7 إلى 9/11 تأثرنا بمنخفض جوي، أو تأثرت المملكة بمنخفض جوي صنف حسب تصنيف طقس العرب من الدرجة الثانية، وأيضا في الفترة ما بين 26 إلى 27/11 أيضا تأثرت المملكة بمنخفض جوي صنف من الدرجة الثانية وهي الدرجة المعتادة، يعني منخفض جوي عادي، أمطار، انخفاض على درجات الحرارة وزيادة في سرعة الرياح. لكن من 26 إلى 27/11 وحتى 26/12 هناك فترة انحباس للمطر وتباعد للمنخفضات الجوية، يعني تقريبا فترة شهر. وأيضا في 26/12 تأثرت المملكة بمنخفض جوي صنف من الدرجة الثالثة، لكن بعد 26/12 وحتى تقريبا 31/3 هناك تباعد في الفترة التي تأثرت بها المملكة بالمنخفضات الجوية، أيضا تزيد عن الشهر، يعني شهر تقريبا 3 أيام كانت فترة لانحباس الأمطار وانقطاع الأمطار. لكن ابتداء من 31/3 تأثرت المملكة بمنخفض جوي صنف من الدرجة الثانية، 1/2 منخفض جوي تطور إلى الدرجة الثالثة أعطانا والحمد لله كمية أمطار ممتازة، ثم في 4/2 كان من الدرجة الثانية واشتد ما بين 6 إلى 8/2 وأعطانا انخفاض واضح وكبير على درجات الحرارة وكميات أمطار كبيرة وممتازة، وأيضا تساقطت الثلوج على المرتفعات الجبلية. وبالتالي نستعرض الآن مقدار ما تحقق من الأمطار الهاطلة في هذا الموسم 2022-2023 بالنسبة للمعدل السنوي العام. إمعان 150%، وأيضا الزرقاء 110%، العقبة 92%، والبادية 84%، والصلد 78%، هذا من الموسم السنوي العام. عمان 74% لحد الآن، مأدبة 70%، إربد 67%، المفرق 63%، عجلون 58%، وأيضا الطفيلة 53%، الشوبك 51%، جرش 45%، وادي موسى 40%، والكرك
38%. إذن من استعراضنا لهطول الأمطار ما تحقق لحد الآن وما تحقق من الموسم العام، نلاحظ أن كميات الأمطار هي أقل من المعتاد وأن الموسم أضعف من المعتاد. أيضا مقارنة ما بين عدد المنخفضات الجوية التي أثرت على المملكة حتى تاريخ آخر 5 أعوام، يعني في عام موسم 2018-2019 تأثرت المملكة بحوالي 14 منخفض جوي، لكن في الموسم 2019-2020 ب15 منخفض جوي، 2020-2021 حوالي 9 منخفضات جوية، و2021-2022 حوالي 12 منخفض جوي، لكن عدد المنخفضات الجوية التي أثرت على المملكة خلال هذا الموسم الحالي 2020-2023 كان 7 منخفضات جوية. أما الأنظمة الجوية التي ستؤثر على المملكة ومنطقتنا خلال شهر آذار، نلاحظ شهر آذار تقريبا هو اقتراب الاعتدال الربيعي فلكيا، ب21 آذار يحدث الاعتدال الربيعي، هنا تتعامد الشمس أو تكون الشمس عمودية على خط الاستواء، يتساوى الليل مع النهار، وهي بداية لتكون المنخفضات الجوية الخماسينية تقريبا بحدود 20 آذار، وبتستمر تقريبا حتى 10/5 حوالي 50 يوم، بمعدل منخفض جوي كل 7 أيام إلى 10 أيام. هذه المنخفضات بتنتج نتيجة الفرق في درجات الحرارة مياه البحر الأبيض المتوسط والصحراء الكبرى في شمال إفريقيا، فبتتكون هذه المنخفضات شمال إفريقيا وبتصير مسار عبر شمال إفريقيا حتى تصل إلى مصر، وعندما تصل إلى مصر هنا بتبدأ المملكة بالتأثر في مقدمة هذا المنخفض الجوي الخماسيني، وبالتالي ترتفع درجات الحرارة كثيرا، تصبح أعلى من معدلاتها، يصبح الجو حار جاف مغبر، وأحيانا تظهر بعض السحب العالية والمتوسطة. هنا عند مصر إن معظم المنخفضات الجوية الخماسينية تصعد شمالا باتجاه البحر المتوسط وباتجاه قبرص، وعندما تتمركز حول قبرص يندفع حول خلفها كتلة هوائية باردة، وإذا كانت مصحوبة بحوض علوي بارد تؤدي إلى حدوث زخات رعدية من المطر وانخفاض ملموس على درجات الحرارة. هنا تصبح التغيرات في درجات الحرارة كبيرة ما بين مقدمة المنخفض الجوي وما بين الكتلة الهوائية الدافئة الموجودة في مقدمته، وأيضا الكتلة الهوائية الباردة التي تندفع خلف هذا المنخفض وتؤدي إلى انخفاض كبير وملموس قد يصل إلى 10 أو 12 درجة مئوية. أيضا بنلاحظ أنه هناك أحيانا ما بين المنخفضات الجوية تستقر الأجواء، ترتفع نسبة الرطوبة قليلا وتصبح تقريبا درجات الحرارة حول معدلاتها. أما انحراف أو كيف راح تكون درجات الحرارة خلال موسم أو خلال شهر آذار، بنلاحظ أن اللون الأحمر يمثل درجات الحرارة أعلى من المعدل بشكل واضح. بنلاحظ منطقتنا الأردن ومنطقة بلاد الشام وأيضا مصر رايحة تكون أو التوقع أنها تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل، لكن تقريبا اللون الأزرق هو أقل من المعدل، واللون تقريبا السكني حول المعدل، لكن احنا بهمنا منطقتنا رايحة تكون درجات الحرارة فيها أعلى من المعدل خلال شهر آذار. أما بالنسبة للأمطار أو انحراف الأمطار، فبنلاحظ أنه اللون الأخضر يمثل أمطار أعلى من المعدل، وهي بتكون موجودة في شمال أوروبا ووسط أوروبا وأيضا غرب أوروبا، لكن اللون الأصفر تقريبا راح تكون أمطار أقل من المعدل، منطقتنا هي أمطار أقل من المعدل، يعني بمعنى آخر درجات الحرارة المتوقعة خلال شهر آذار راح تكون أعلى من المعدل، بينما الأمطار راح تكون أقل من المعدل. أما الجزيرة العربية راح تكون تقريبا وخاصة الجزء الغربي والجنوبي منها كميات الأمطار سوف تكون بإذن الله
أمطار أعلى من المعدل. هذه هي الأوضاع الجوية المتوقعة. استعرضنا الموسم المطري لهذا العام، استعرضنا المنخفضات الجوية وأعدادها، واستعرضنا أيضا الأحوال الجوية والأنظمة الجوية، وكذلك درجات الحرارة خلال شهر آذار، وأيضا معدل الأمطار خلال هذا الشهر. نرجو من الله دائما أن يزودنا بكميات أمطار، وشكرا لكم وشكرا لمتابعتكم. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. CFI المناصير للزيوت والمحروقات. قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير. تمويلكم شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. شاي الغزالين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. سيتي مول المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم.